طيب استاذ معين، قبل الهوى اتكلمنا عن نقطه مهمه جدا، وهو يعني في بلديات محليه او بلديات صغيره وبلديات كبرى. اسطنبول 39 بلديه صغيره، منها 25 مع حزب العداله والتنميه والمهابيه الحركه القوميه. هل الرجل الذي سيصبح رئيس للبلديه الكبرى ان كان بن علي يلدرم او اكرم امام اوغلو له مطلق الحريه ان يتصرف بعيدا عن هذه المحليات الصغيره؟ يعني بداية البلديات كلها المركزية أو الكبرى والفرعية هي عبارة عن مؤسسات خدمية وليست مؤسسات لا تشريعية ولا سلطة تنفيذية على مستوى الحكومة، إنما هي مؤسسات تنفيذية خدمية في مناطق نطاق صلاحياتها إن كانت محلية أو مركزية. هذا أولا. ثانيا، البلديات هذه في القانون تتبع إلى وزارة الداخلية فليست بلا مرجعية. النقطة الثالثة والأهم، يعني رئيس البلدية مسؤول من وزير الداخلية طبعا. يعني على سبيل المثال، على سبيل المثال قبل عام ونيف تقريبا، مجموعة من رؤساء البلديات أو عامين تقريبا، مجموعة من رؤساء البلديات التابعين لحزب الشعوب الديمقراطي استخدموا صلاحياتهم والبلديات ومقدرات البلدية لدعم الإرهاب، واستخدموا سيارات البلدية في نقل الإرهابيين، فتم إقالتهم واعتقالهم. لا استنى، يعني رئيس بلدية أنقرة ولا اسطنبول ممكن يقيل وزير الداخلية؟ طبعا، لأن هو المرجعية القانونية والمرجعية الإدارية هو وزير الداخلية، لأن وزير البلديات تتبع لوزارة الداخلية. لا يمكن أن يكون هناك سلطة مطلقة، ليس هناك في تركيا نظام الحكم الذاتي. فيعني كلمة مير أحيانا تستخدم في الترجمة الإنجليزية وكأنها نفس الحاكم ولاية، هو ليس حاكم ولاية، هو فقط رئيس بلدية، وهذا أمر مختلف تماماً عن حاكم الولاية. هذه قضية. القضية الثانية، رئيس البلدية هنا في إسطنبول اليوم في الظروف الحالية، لو كان بن علي يلدرم فالأمور يعني جيدة، حيث أنه يملك الأغلبية 25 في مجلس في الضواحي، ويملك البلدية في الأغلبية في مجلس البلدية الكبرى. وهذه قضية مهمة، لأنه البلدية الكبرى فيها الرئيس وفيها مجلس البلدية، ومجلس البلدية أيضاً هذا منتخب وليس تابع للرئيس. فاليوم أغلبية المجلس هي لحزب العدالة والتنمية أكبر، وحليفه حزب الحركة القومية. نعم. فإن كان الفوز حليف بن علي يلدرم فالأمور ليست فيها مشكلة، لكن لو كان أكرم إمام أوغلو فسيكون مقيد اليدين، لأن المجلس البلدية هي الجهة الوحيدة التي تستطيع إصدار قرارات وتعديل ضوابط غير الروتينية في البلدية. يعني على سبيل المثال، لو أراد أن ينفذ أكرم إمام أوغلو أي مشروع غير اعتيادي، غير الخدمات الاعتيادية، يحتاج إلى موافقة مجلس البلدية، وأنقرة كذلك، ويحتاج إلى موافقة مجلس البلدية على الموازنة. يعني فإذا أنا أقول جملة واحدة، تفضل. أكرم إمام أوغلو ليس أمامه إلا خيارين، إما أن يجلس على الكرسي بدون فائدة، أو أن يتوافق مع مجلس البلدية التابع لحزب العدالة والتنمية ليستطيع أن يدير إسطنبول. أمال لا خيار ثالث. استنى بس، أنت عشان الناس اللي بتشوفنا دلوقتي شايفة على الفيسبوك وكأن الأمور يعني وكأنهم استمعوا إلى هذا الرجل في أزمير الذي يهدد الرئيس أردوغان. شوف، نفوزنا بالبلديات. شوف، هو 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 حقيقة واضح جدا أن المعارضة التركية والداعمين الدوليين لها يريدوا أن يصنعوا لهم أرجل من خشب. أولا، انتخابات اسطنبول حتى اللحظة لم تمر على تركيا انتخابات فيها شك في نزاهتها كما هذه المرة منذ سنوات. يعني أنا أعطيك بعض المعلومات. اليوم صرح نائب رئيس حزب العدالة والتنمية المسؤول عن ملف الانتخابات أن هناك حوالي 20,000 صوت في بلدية فرعية واحدة، ناخب عفوا ليس صوت، 20,000 ناخب مزيف في بيوت شكمجة. تعرف شو يعني ناخب مزيف؟ يعني هو جاب ناخب من عناصر حزبه من منطقة هو لا يحتاج لأصواتهم فيها، وسجلهم في النفوس، وسجلهم في شكمجة. والـ20,000 يشكلوا كتلة أكبر بكثير من الكتلة التي فاز بها أكرم إمام أوغلو حتى في إسطنبول، وأكبر من الكتلة التي فاز فيها في بيوك شكمجة نفسها. هذا واحد، فهذا تزييف قانوني، وتم القبض على هذا، والآن قبض على ليس على شخص، على أكثر من شخص، على مسؤول قسم النفوس في البلدية وبعض من نعاونه، وكلهم من الجهبة حزب الشعب الجمهوري. الآن في طرح لدى العدالة والتنمية الآن يرفض، يعتبر هذا خلل أضر بنزاهة الانتخابات كاملة. الآن في أصوات لاغية
وأغلبها في المناطق 319,000 319,000 تم فرز حوالي 100,000 منها حتى اللحظة أو 119,000 وباقي 200,000 لم تفرز بعد. الآن هناك أصوات يعني بشكل غير منطقي، يعني شوف هذا الفوز الذي يتكلموا فيه، يعني تخيل هو يقول لك بالخطأ، بالخطأ أكثر من 2000 قائمة انتخاب، قائمة صندوق عفوا، قائمة جمع صندوق يتم ترحيلها إلى الحاسوب بأرقام تعطي لبن علي يلدرم 0-1-2-0-1-2، بينما يكون في نفس الصندوق 150-250-230-140. يعني هناك عملية منظمة واضح جدا لتزييف النتائج. رغم ذلك كله هم لم يفوزوا إلا بعدد قليل جدا من الأصوات في رئاسة البلدية. هناك رمزية، يجب أن نقر أن هناك رمزية لرئاسة بلدية اسطنبول وتحديد اسطنبول، اسطنبول بشكل خاص كونها هي المقر الذي نبع منه حزب العدالة والتنمية وأردوان شخصيا فيه نبغ. لكن هذا لا يعني لا بعد لا لم يكن هناك، ليس هناك أي قرار سياسي ولا سيادي ولا تغيير في سياسة الدولة له أي علاقة بهذه البلديات. طيب أرجع لي الأستاذ عبدالله.